أخبار اليوم. تشغيلها وإدارتها منها ودواعي السلامة فيها والجودة وتدريب. طبعا ده بيؤدي في النهاية لتطوير صناعة الدولة طبعا أحد مركز الاقتصاد المصري. بالإضافة إنه يعني هذا مش كثير المؤتمرات بتعمل نوع من الدول الإفريقية والتكامل بينها وبين بعضها. طبعا في صالح الجميع، مش عايز كلام، ده مؤتمر عالمي بيتعمل مرتين كل سنة في أحد الدول الإفريقية. لا، الظروف اللي احنا مرينا فيها اتفتح، لكن هم طبعا بيحاولوا دايما المجلس التطورات، لان احنا اللي بدانا هذا المجلس انشأناه في 1991، والسنه دي هم كانوا اصروا يعملوا الدوله دي في القاهره بنسبه 25 سنه على تاسيس المجلس الدولي لمتابعه افريقيا. المطارات في عندنا مطارات بتبنيها قوات مسلحه، ثلاث مطارات حاليا، مطار منهم هيدخل خدمه ان شاء الله في اخر 6 والثاني اخر 7 والثالث على اخر السنه ان شاء الله باذن الله. في مطار النزهه بعد تجديده هيتم افتتاحه في نهايه سبتمبر. في مطار برج العرب هنبدا فيه ان شاء الله اعتبارا من 1/7. في ترمينال 2 ان شاء الله في نهايه 6 هيتم افتتاحها في مطار القاهره. في شرم الشيخ ترمينال قديمه ويعاد توسعتها بناءها وتوسعتها ان شاء الله في خلال شهرين من الان تنتهي بعد 14 شهر. هيحصل له ابجريد ان شاء الله باذن الله بعد بس شركات الطيران اللي شغاله فيه حاليا ما تنقل الى ترمينال 2 بعد افتتاح. تحت امرك.